إشاع من كورونا وترويع العالم. أنا رئيس وزارة الصحة في البرلمان، لا تقلقوا أبدا، هذا الفيروس هو فيروس سياسي بامتياز، فيروس تخريب اقتصادي بامتياز، فيروس استخباراتي بامتياز، وهو تأثيره أقل من تأثير فيروس الإنفلونزا العادي ونسبة الوفيات به. وأنا أتكلم هنا كطبيب صحة عامة قبل أن أكون نائب، واختصاصي هذا المجال ليس له تأثير فقط على الفئات التي جهازها المناعي ضعيف، ولذلك استمروا بفعالياتكم الاجتماعية، ولكن الالتزام بشروط وتعليمات وزارة الصحة هذا جزء من الجانب التنفيذي والمهني للوزارة، لكن لا تجعلوا هذا الموضوع شغلكم الشاغل ويلهيكم عن التزاماتكم وارتباطاتكم. العراقيين رأوا ما رأوه على مر التاريخ، وأعتقد أنهم أقوى من أنه يرهنوا مصيرهم في يد فيروس.